أما المتمتع فيكون حلالا ليس محرما، حتى إذا كان يوم الثامن ضحى فإن المتمتع يحرم ويستحب له ما استحب له في إحرامه الأول، ويسن له ما سن له في إحرامه الأول، ثم يذهب الحجاج جميعا سواء كانوا متمتعين أو مفردين أو قارنين إلى منى. والسنة أن يدخل الحاج منى قبل الظهر ويصلي فيها الظهر في وقتها ركعتين، والعصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقتها 3 ركعات، والعشاء في وقتها ركعتين، والفجر في وقتها ركعتين، ثم يبقى حتى إذا طلعت الشمس شمس يوم التاسع سار إلى عرفة.